كرز. هدف. انظري روزي، إنها ورقة برسيمة رباعية. لين، أنت محظوظة. تمني أمنية وستتحقق. تتمنين أمنية وتتحقق؟ بالطبع أنتما لا تصدقا هذا. لكن سأذهب إلى فكري. إلى اللقاء. حسناً، أنا أثق أن أمنيتي ستتحقق. وأمنيتي هي أتمنى أن تتحقق كل أمنياتي الجميع اليوم. هذه أمنية رقيقة. أنا متحمسة. التلهف لمعرفة من سيتمنى أمنيته أولاً. حسناً، هناك الكثير لأتمناه. أعرف يا رومبا، لكن لا أريد أن يخيب أمل لين. علينا أن نساعدها يا رومبا. كيف؟ لو أننا ساعدنا الجميع في تحقيق أمنياتهم، سيعني هذا أن أمنية لين تحققت أيضاً. هيا. لو تمنيت أمنية، ماذا ستكون؟ أريد قضاء يوم جميل مع كل أصدقائي. وماذا عنك؟ دعيني أفكر. الأزرق على الأحمر، ثم الأحمر على الأصفر. لا، ليس هذا صحيحاً. أهلاً بلبلة، ماذا تفعلين؟ أصنع ضفيرة لأزين عشي الجديد، لكنني غير ماهرة اليوم. أتمنى أن تكون ضفيرة جميلة، لكنني أفشل في هذا. لا تقلقي يا بلبلة، تمنيت أمنية وستتحقق بالتأكيد. بالطبع سنستطيع تحقيق هذه الأمنية. قررت ماذا ستكون أمنيتي. وما هي؟ أنا أتمنى أن أكون غواصاً ماهراً. لا، انتظري. بل رجل فضاء. صدقيني يا لين، الأمنيات لا تتحقق بهذه البساطة. إنها هذه ضفيرة جميلة. أرأيتِ؟ أخبرتكِ أنها ستتحقق. لم أشك فيكِ لحظة واحدة يا لين. جميلة. أهلاً بينون، ماذا تفعل؟ أهلاً يا لين، سوف أشذب الأشجار، ولدي الكثير من المهام لأنجزها في البيت. هذا يعني أنه لا فرصة لدي لري الحديقة اليوم. أتمنى أن تمطر قريباً. لا تخف، أنا متأكدة أن أمنيتك ستتحقق. أتمنى ذلك، لأن كل هذه النباتات ستشعر بالعطش لو لم تمطر. لكن كيف نجعلها تمطر؟ لا سحب هناك في السماء. إذن أنا وأنت يا رومبا سنلعب دور السحب. أوبس. رومبا، آسف، لم أقرر بعد ماذا ستكون أمنيتي. رجل فضاء أم غواص ماهر؟ كلا، أتمنى قيادة سيارة سباق. يمكنني التمرن على سيارتك. فروم 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 فروم. أمامي الكثير لكي أفعله اليوم يا لين. بسرعة، سيكون من الجميل لو تحققت أمنيتي، لكنني أخشى. رائع، هذا مذهل. لابد أن السماء أمطرت بسرعة. أرأيت؟ أنا أخبرتك أنها ستتحقق. معك حق، والآن أستطيع إنجاز أعمالي التي في الداخل، فنباتاتي غير عطشانة. شكراً لين. على الرحب. إلى اللقاء. نجحنا، نجحنا في تحقيق أمنية بينون. هيا فلنرى أين ستذهب لين. والآن أمنيات الجميع تتحقق، وهذا جميل. حسناً، في هذه الحالة أتمنى أن تتوقف الحكة في جذعي. وهذا الجو الجاف يجعلني أرغب بشدة في الحك. هذه أمنية سهلة التحقيق. أظن أنني غيرت أمنيتي. خبير جودة في مصنع للأرجوحة الشبكية.
حسناً فكري، أمنيتك سوف تتحقق. لا أصدق هذا، لكن اليوم أمنيات الجميع كانت تتحقق. حسناً، في هذه الحالة أتمنى أن أرى فيلاً في هذا المكان اليوم. ستقابله، أنا معي ورقة برسيمة رباعية، وتمنيت أن تتحقق أمنياتكم جميعاً. حسناً، أنا متلهف للقاء هذا الفيل. أتثقين في هذا يا لين؟ بالتأكيد، وسأذهب لإعداد بعض الكعك للفيل. ربما يكون جائعاً. كيف يمكن أن نعثر على فيل ليقابل كرز؟ أو رومبا، أظن أننا تمادينا في الأمر. لن نتمكن أبداً من تحقيق أمنية كرز، وأيضاً سيخيب أمل لين للغاية. ماذا سنفعل إذن؟ لابد أن نخبر لين بالحقيقة. كما ترون، كنت أنا ورومبا من حقق جميع الأمنيات يا رفاق. لكن كان هذا فقط كي نسعد لين. نحن آسفان. اطمئنا، أظن أنه من اللطف أن تسعد أصدقاءكما. الضفيرة التي صنعتماها لي جميلة جداً. لكن علينا إخبار لين وكرز. ليس الآن، لو أردت أستطيع المساعدة في تحقيق الأمنيات. وأنا أيضاً، معاً نستطيع. شكراً، لكن كيف يمكننا أن نجد فيلاً؟ دائماً أقول لا تحتاج أن ترى الشيء لتعرف أنه موجود. لا تحتاج أن... لقد وتتني فكرة رائعة. كرز، تعال بسرعة، هناك فيل عند تل فكري. ماذا؟ لكن قبل ذلك ارتدي عصابة العينين هذه. لماذا؟ هل ارتديت عصابة عينين؟ لا، لكن يصيب الفيل الخجل حين ينظر إليه الكثيرون. مستحيل، أنت تحاولين أن تخدعيني. يجب عليك أن تصدق الأمنيات لكي تتحقق. حسناً. وصلنا في الوقت المناسب، أسمع صوت فيل قادم. أنا لا أسمع أي لحظة، أنا أسمع صوت خطواته. هذا صحيح، ها هو آت. هل تشعر بذيله؟ نعم أشعر، رائع. تعال هنا والمس قدمه. قدم الفيل. هذا صحيح، أتعرف؟ أظن أن الفيل يعاني من حكة شديدة في قدمه. حاول أن تحكها. أسفل قليلاً، أسفل قليلاً. نعم، الفيل يحب هذا. يبدو أن الفيل سيصدر صوتاً بخرطومه يا كرز. رائع. الآن سيقوم برش القليل من الماء. أظن أنه قد حان الوقت ليرحل الفيل. أوه لا، إلى اللقاء يا فيل، أسعدني لقائك. هل يمكنني نزع العصابة الآن؟ قابلت فيلاً لتوي، تحققت أمنيتي أخيراً. أتى الفيل؟ وأين هو يا ترى؟ أخشى أنه رحل يا لين. لكني قابلته، نعم تحققت أمنيتي. هذا شيء جميل، ألم أخبرك بذلك؟ من المؤسف أنني لم أرى الفيل لأعطيه كعكة. لا عليكم، علينا أن نأكلها نحن إذن. أظن أن الفيل بالتأكيد يحب الكعك. يحبه للغاية. غيرت رأيي مجدداً، أتمنى أن أركب حصاناً. ركبت حصاناً هزازاً وكنت جيداً للغاية. لا بأس أن أردت تغيير أمنيتك أيضاً. في الواقع تحققت أمنيتي، أردت فقط قضاء يوم جميل مع أصدقائي وقد فعلت. أريد أن تكون هذه أمنيتي، لأن هذه الأمنية تحققت بالفعل. لابد أن ورقة البرسيم الرباعية كانت متميزة للغاية. في الواقع أريد تغيير أمنيتي مجددا، أتمنى حقل برسيم بأوراق رباعية كي أتمنى حينها ما أشاء من أمنيات. سأتمنى كل يوم أمنية. أوه رومبا. أنا
خمنوا معنا. سكويك سكويك سكويك. عربة قديمة؟ لا، سكويك سكويك. عرفت، أنت طفل يبكي. لا. هيا يا بلبلة، ماذا يقلد بينون؟ أنت بارعة في هذه اللعبة. بلبلة؟ سكويك سكويك. آه، يقلد الفأر. آه نعم، أحسنت يا بلبلة، دورك الآن. تقلدين الطيور. هذا أمر سهل. ماذا تفعل هذه الطيور؟ هذه الطيور تهاجر كما تفعل جميع الطيور. تهاجر؟ الهجرة هي أن نرحل نحن الطيور إلى مكان دافئ وبعيد، إلى الشواطئ البديعة والبحار الجميلة. نلعب فوق الرمال ونأكل الفاكهة من على الشجر. إن هذا رائع حقاً. رائع. أخبرينا المزيد. ها، انظروا، إنها صديقتي. يوهو. لما لا نهاجر جميعاً؟ لأننا لسنا طيوراً، هي وحدها تهاجر. واك واك، لا أفهم لما لا تأتين معنا، جميع الطيور تهاجر. أعرف، ولكن ماذا عن أصدقائي؟ سيتفهمون، فكري في الأشياء الممتعة التي تنتظرك هناك. سكويك سكويك، خمنوا من أنا. أنت فأر بالطبع. هذا خطأ، أنا بينون وهو يقلد الفأر. أضحكتني يا رومبا. هل ستلعبين؟ لا لا، عندي مشاغل كثيرة. بلبلة، هل أنت بخير؟ ما المشكلة يا روزي؟ أنا أشعر أن بلبلة ستتركنا، ستهاجر مع بقية الطيور. هذا مستحيل. من غيرها سيتأرجح فوق أغصاني ويغني؟ ومن سيخترع الألعاب؟ لن نسمح لها بالرحيل، سنفعل أي شيء وكل شيء لتبقى معنا. كيف؟ حسناً، عندي بعض الأفكار. ماذا أفعل؟ أحب أن أهاجر، لكني أحب أصدقائي. تماماً. كل شيء جاهز؟ نعم، هيا لنبدأ الخطة الآن. برنامج العطلة. ها أنت ذا يا بلبلة، هيا توجهي إلى الطائرة. ماذا؟ وصديقتي ستهاجر في الطائرة معي؟ لا، بل وحدك على متن خطوط كرز الجوية. تفضلي يا آنستي. إلى أين؟ مفاجأة، الآن اربطي حزام الأمان استعداداً للإقلاع. استعدي يا بلبلة، سنهبط في المطار. ولكن هذا هو الملعب، آتي إلى هنا كل يوم. اليوم ليس ككل يوم، انظري حولك. شاطئ بلبلة يرحب بك. واو، إنه أجمل شاطئ رأيته. عفوا يا بلبلة، خطأ غير مقصود. انظري، وقت العصير البارد. شكرا لك يا رومبا، أقصد النادل رومبا.
آسف. لا. أنا آسفة يا بلبلة. رجاءً استلقي هنا الآن، بينما سنحضر لك كوب عصير. هذا لطيف. لطيف للغاية. هو هللينا دلو غسيلك أعطينا لكي نغسل ريش بلبولة. بينون لا اسمينا. بلبولة بلبولة. تفضلي يا بلبولة. ها إنها بخير. ليس هذا ما اتفقنا عليه أبدا. علينا الإسراع في عمل شيء وإلا سنفقد بلبلة للأبد. أعتذر لأني أفلتك من الأرجوحة. هل أنت بخير يا بلبلة؟ نعم بخير. أعني الدنيا تدور، جميعكم تدورون. أوه العصير سيساعدك. شكرا سأجلس هنا قليلا. لكن العطلة لم تنتهي بعد. لم تنتهي؟ ابقي جالسة ولا تفكي حزام الأمان، سنتابع عطلتنا الآن. انظري إلى يمينك بيت المرح حيث نعيش مغامرات مذهلة. هل من مكان جديد؟ إلى يسارك ترين أرزة، شجرة الأرز الخلابة. أهلا بكم. ليس عليك السفر لتري مثلها، فهي الأجمل وهنا. وهذه تحية لكم من أصابعي الجميلة. جميلة فعلا. هل وصلنا؟ سوف نصل بعد دفعها إلى التلة. إنها ثقيلة جدا. مهلا سأساعدك. هنا يمكنك أكل الفاكهة الطازجة. روزي. ساعدوني ساعدوني. بلبلة هل أنت بخير؟ آسفون على هذه الرحلة الوعرة، كانت مريحة. هيا يا بلبلة وقت الرحيل. لقد رحلت. وداعا يا بلبلة. لن تعود حياتنا مرحة كما كانت. لن تكون ملونة أو سحرية. هذا مؤسف ومؤلم. ليس باليد حيلة. إنها أنا بلبلة. اعتقدنا أنك هاجرتي. أهاجر وأترك كل هذا؟ أين سأعيش مغامرات جميلة مع أصدقاء مثلكم؟ لا أريد أن أرحل إلى مكان آخر. هنا عالمي وأفضل مكان أهاجر إليه، صحيح يا أصدقائي؟ دعوتها لزيارة شاطئ بلبلة. تفضلي يا طيور، أهلا بك. هذه هي بلبلة. لقد وقع جناح الطائرة. كنت أتمنى السفر، الآن هذا صعب. حقا؟ وإلى أين أيها السندباد؟ إلى مكان ألعب فيه، وأيضا يكون فيه طعام، فأنا أجوع كثيرا يا روزي. أنا أعرف هذا المكان. إنه بيت روزي. زوبعة في فنجان. 15
17 18 19 20 نعم، شاهدوا كرز وهو يلعب. هل كل شيء بخير يا فكري؟ أشعر بوخز في أوراقي، ستهب عاصفة قريبا. عاصفة؟ مع كثير من الرعد والبرق؟ بالطبع. نعم. ليتني أستطيع حمايتك من العاصفة. سأكون بخير، العاصفة تنقي الهواء وتمنحني الماء لأشربه. نعم، لكن السحب تبدو غاضبة جدا في وقت الرعد. رعد 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 قوي. ليست غاضبة، ما الرعد إلا صوت قوي يحدث حين يضرب البرق الهواء. لابد أن نبتعد عن الأشجار وقت العواصف يا لين، ونبقى في المنازل. هذا صحيح، من الأفضل مشاهدة العواصف من المنزل في الدفء والأمان. يا لين، لم ننتهي من اللعب. لا وقت للعب اليوم يا روزي. علي الذهاب، أمامي يوم حافل. ألم تنسوا شيئاً؟ شكراً على الطعام. أعجبتني الفاكهة والمكسرات بشدة. ليس هذا، انظرا هنا، ليس من الأدب أن تترك هذه الفوضى. آسف. معذرة، أنا في غاية الأدب، أنا أكثر طائر مهذب هنا. لا أحد أكثر أدباً مني. نسيت هذه. شكراً جزيلاً لإخباري يا بطة. أعتذر عن رحيلي بسرعة، كان أمامي الكثير لأفعله. الآن فهمت. لين، لماذا أعددت كل هذا الطعام؟ لا يمكنني حماية فكري، لكن يمكنني الاعتناء بالآخرين حين تهب العاصفة، ولهذا السبب سوف أدعوكم لحفل شاي كبير. فكرة جيدة، لنكون جميعا بأمان ودفء ونحن نشاهد العاصفة. أظن أنها ستمطر، سأذهب لأحضر الجميع. تعالي إلى منزلي يا رومبا، لا تخف من العاصفة. أو ماذا؟ أنا لست خائف. أنت محق، طالما نحن معا فسنكون بخير. أنا أحب العواصف، خاصة الرعد حين يقول بوم. أجل، الجزء الأفضل حين يقول كراك بوم. لا تتأخر، أعددت لكم شطائر وكعكا. كعك؟ إذا ماذا أنتظر؟ أنت تعرف أنني مهذبة يا فكري. أنا لا أصيح قبل شروق الشمس بخلاف أشخاص آخرين. وأنا لا أهز ذيلي المبتلة وأرش الماء على الجميع. أرجوك يا فكري، أحكم بينهما. من الأكثر أدبا، أنا أم أنا؟ سوف أحميكم من العاصفة. هيا جميعا، لا بد أنكم خائفون. ما السبب في أن نخاف؟ إنها مجرد عاصفة. يمكنكم الاحتماء بمنزلي، وأيضا نقيم حفل شاي. حفل شاي؟ شيء جميل. لابد أن يتحلى الطائر بالأدب في حفلات الشاي. يجب هذا بالفعل، وأخلاقي هي الأفضل في الحديقة. سنرى هذا الأمر. يسعدني حضور الحفل. جيد، أراكم هناك. كن شجاعا يا فكري. بيتك، لكن لدي منزلي. تعال معنا، فربما تخاف وحدك. لكن يا لين، أنا لست خائفا. عصير وشطائر يا بينون. وشطائر العسل. شطائر عسل كثيرة. ستكونين بخير يا أرزة؟ لقد رأيت عواصف كثيرة يا لين. شعرت للتو بقطرات مطر. لين، أحياناً يكون أكثر شيء في حياتنا نخشاه يأتي من داخلنا. هل أخذ الجميع عصيراً؟ أجل،
شكراً جزيلاً. أشكرك جزيل الشكر. احترسي يا بطة، ليس من حسن الخلق بعثرة الفتاك. أجل، رأيت لتوي برقاً شديداً. يا إلهي. فيل واحد، فيلان، ثلاثة، أربعة أفيال، خمسة أفيال، ستة أفيال. بينون؟ سبعة أفيال. ماذا تفعل؟ ثمانية أفيال، تسعة أفيال، عشرة أفيال. أنا أعد الثواني الفاصلة بين البرق والرعد. لو كان العدد أقل في المرة المقبلة فهذا يعني أن العاصفة تقترب. هذا ماهر. فيل واحد، اثنان، ثلاثة أفيال، أربعة، خمسة. أرأيت هذا يا لين؟ لين؟ أنا في غاية الأسف أنك صنعت كل هذه الفوضى العارمة يا بلبلة. لين، لين، أسرعي ستفوتك العاصفة. هل تخافين من العواصف يا لين؟ أجل. يا لين، أنت بأمان في المنزل، ليس هناك ما تخافينه. لكن الصوت مخيف يا روزي، أتمنى أن يتوقف. سيتوقف في دقائق، ربما لن تخافي هكذا إن أتيت وشاهدت. أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. عددت حتى عشرة بين البرق والرعد في المرة السابقة. ماذا يعني هذا؟ العاصفة تبتعد عنا. أعتقد أن العاصفة تودعنا. شكراً لأنك ستتركين لي آخر شطيرة. أنا في غاية الأسف لكن أنا رأيتها أولاً. اهدأ رجاءً، اهدأ. انظروا، الشمس تشرق مجدداً. فكري، علي أن أطمئن عليه. هل كنت خائفاً هنا وحدك وقت العاصفة؟ على الإطلاق، أحب العواصف. أتمنى لو تهب أكثر من ذلك. الريح تتخلل الأوراق والمطر البارد ينساب على جذعي. فكري، ليتني أستطيع إسعادك. ربما يمكنك فعل هذا. هيا تعالي معي لين. مستعدون؟ البرق، البرق جاهز. والمطر؟ نعم، لدينا مطر. جيد. صوت الرعد وعاصفة رعدية. صوت الرعد جاهز. رائع. عاصفة رعدية. كلتاكما على خلق عالي. هل يمكننا الحصول على عاصفة رعدية لأجل فكري؟ أنت أولاً يا بطة. لا، بعدك أنت يا بلبلة. يا عاصفة فكري المخصوصة، انطلقي. هذا ما أسميه عاصفة. شكراً للجميع. روزي، ما الأمر يا لين؟ ليه شيء؟ لم أعد أخاف من العواصف بعد الآن. شكراً يا فكري. أعلى أعلى. لديك عاصفة رعدية في معدتك يا رومبا؟ نعم، أنا جائع. هل لا تعدين لي وجبة خفيفة يا روزي؟ بالطبع، من فضلك أعطني هذا. أنا أريد مربى من فضلك، توت بري. لا، بل فراولة، كلاهما لذيذ. واو. هل فاجأتك يا رومبا؟ أنا شجرة.
نعم، أنا أذكر ذلك الأمر وكأنه حدث فقط بالأمس. كانت الريح تعصف بشدة حتى ظننت أنها ستقتلعني، ولكنني منذ ذلك اليوم صرت أحب الهواء بين أوراقي. بقدر ما تحب وجودي بين أوراقك يا فكري. أن تكون شجرة هو أمر صعب، أما أن تكون بلبلة فهو بالفعل أمر رائع للغاية. تسبح بأناقات في أنحاء الفضاء. أنا أيضاً أريد أن أشعر بالهواء يلفح وجهي. تريدين أن تكوني طائراً؟ لا، أريد أن أكون شجرة كفكري. أريد لعبة الحجلة يا روزي. نحن دائماً نلعب الحجلة يا رومبا. لنلعب الهوبلة. الحجلة. الهوبلة. يا روزي، يا رومبا، تعالي وشاهد لين، لن تصدق. وأخيراً سنتفق على عمل شيء معاً. ماذا تفعلين يا لين؟ أنا الآن شجرة كما تروني. إذن ماذا تفعلين عندما تكونين شجرة؟ نشعر بالهواء بين أوراقنا، وأيضاً نحن نراقب الأشياء و نستقبل الطيور لتلعب بين أغصاننا و... ونحافظ على نظافة الهواء ليصبح نقياً للتنفس. أرى أنه من الأفضل أن أكون طائراً. مرحباً، من منكم يريد أن يلعب؟ هذا بينون، هل تريد أن نلعب الهوبلة؟ ما رأيك في الحجلة؟ لنلعب كرة القدم. منظرك جميل من الأعلى يا فكري. أنت ترى كل أصدقائك يلعبون معاً ويمرحون. أوه، ونحن الأشجار نتسلى أيضاً. حقاً؟ نعم. يا حبات البلوط، ننط يا لين، ننط، ننط. أوه أجل. لا للهبلة، الأفضل لعبة الحجلة. الأفضل كرة القدم. لننسى كرة القدم والحجلة والهبلة، لنلعب لعبة أخرى. عرفت، لين استطاعت أن تكون شجرة كفكري. لنلعب أن يكون أحدنا الآخر أيضا. أنا سأكون كرز رائعا. حسنا، وأنا سأكون روزي رائعة، لأنني الأفضل في كل شيء. هل يمكن أن أكون أنت؟ أنت تقطف الفاكهة وتصنع مأكولات شهية. حسناً يا رومبا، بشرط أن أكون أنا أنت. كم أحب أن أجلس في أرجوحتك وألعب اليويو. لنتبادل إذن. مرحباً يا بلبلة، هيا نتسابق. ماذا تفعلين على دراجة كرز السريعة؟ أنا الآن كرز، انظري كيف سأفوز. ليس عدلا، لم تقولي انطلق. بوم 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 بوم. هيا يا كرز، غني لي أغنية. ماذا؟ أنت روزي. روزي دائما تحب أن تغني أغنية لرومبا. وأنا رومبا. حسنا. رومبا الأرنب أنت الأفضل، رومبا الأرنب أنت الأجمل. حسنا، لنلعب اليويو. هيا. تدغدغني. ما أجمل أن تشاهد ما يفعله الجميع يا لين. لكن الأشياء تبدو غريبة من الأعلى. رأيت روزي على الدراجة السريعة وكرز يغني و... أغصاني تؤلمني. كلهم يحاولون أن يتغيروا، أما أنا فلا. لا شيء أفضل من كوني بلبلة. أحب هذا العش، سأجربه. أوه، مهلاً بلبلة. أنت ثقيلة جداً.
صاحبة، سوف أري أرزازي كشجرة. هذه جميلة. في الواقع كرز لا يعجب بالزهرة، إنه يحب الكرة. ليه؟ كرة كرز المفضلة، لقد ثقبتها. كيف يرتدي بينون ثوباً سميكاً هكذا؟ أنا أغلي. لا، هذه سلة بينون. أوه، أجل، يعجبني أن أكون روزي. سأرتاح هنا تماماً. لا، كرز، أعني روزي. أرجوحة رومبا كسرتها، ماذا سأفعل؟ لا أعرف. لكنك يجب أن تعرف، أنت روزي، هي دائماً تطيب خاطر رومبا. أوه، ما أصعب أن نكون شخصاً آخر. لم أعد أريد أن أكون روزي، أنا كرز، نعم هذا أنا. ما أجمل هذا الزي يا لين. أردت أن أكون شجرة كفكري، لكن عندما رأيت أصدقائي يلعبون معاً أردت أن أعود لين من جديد. أمر مسل أن تصبحي شخصاً آخر، لكن الأفضل دائماً أن تكوني فعلاً نفسك. لن أبادل أرزة بكل كنوز الدنيا القيمة. آسفة بشأن كرتك يا كرز. أوه، لا تهتمني، فأنا فشلت في أن أكون أنت. أوه يا رومبا. نعم. هل يمكن أن تعود رومبا الحقيقي قبل أن يقع بينون من الأعلى؟ البيت ممتلئ بالنتوءات والكدمات. أنا آسف يا بينون، لقد كسرت سلتك الخاصة. لا بأس، أنا كسرت أرجوحتك. ماذا؟ كونوا مثلي، فأنا أكثركم موهبة. ربما من الأفضل أن نكون أنفسنا، فهناك شيء واحد نحسن صنعه، أن نساعد بعضنا. عادت جديدة. انتهيت. هكذا أفضل. لم تعودي شجرة يا لين؟ لا، لم أكن شجرة مفيدة. حسناً، أنا سعيدة لأنني اشتقت إلى الأفعال اللطيفة التي تقومين بها. اشتقت إلى أن تعودي لي. شكراً يا بلبلة. نعم، أنت محقة، أنا لا أبادل لين بكل كنوز الدنيا. أعجبني أن أكون شجرة والهواء يلاعب أغصاني. تعالي يا لين، تعالي لنلعب. لكن أحب أن أبقى لين. قادمة. وأنت بالفعل فتاة ممتازة يا لين. الأفضل أن نكون أنفسنا، خاصة إذا كنا بلبلة. ترى. بلبلة، هل أنت بخير؟ إن نجحت في هذه أفوز في المباراة. إن استطعت أن تكوني شخصاً آخر، فمن تختارين؟ لست متأكدة يا رومبا. ماذا عني؟ أنا سعيدة بكوني أنا، شكراً. لكن أنا محب مسل جداً وأذني رائعتان. أنت تفقدني تركيزي. وأيضاً أنا أفوز دائماً. أرأيت ما أعني؟ رومبا، فعلت ذلك عمداً. نعم، ما أروع أن أكون أنا. حلبة سباق روزي. ويييي، يوهو.
ها أنا قادمة. أرجوك، أريد أن أقود العربة وحدي في السباق يا روزي. لا أظن أنها فكرة جيدة يا رومبا. لكن يا روزي، أنا قدت العربة وحدي من قبل، أليس كذلك يا فكري؟ نعم، ولكن ليس في سباق. روزي على حق يا رومبا، سيقود الجميع بسرعة كبيرة، قد يكون هناك خطر. آسفة يا رومبا. مرحبا، مستعدون للسباق؟ نعم، أنا متشوق لأبدأ به. روزي لن تسمح لي بركوب العربة، لذا لن أشارك في السباق. يمكنك أن تشارك، سأعيرك مزلاج القديم. صحيح؟ هيا يركب، سنحضره معا، سأتدرب في الطريق. كن حذرا يا كرز. رائع، حان الوقت لأتدرب. هيا بنا. أو لا، المحرك لا يدور. ما هي مشكلته؟ نسيت المفاتيح، لن يدور من دونها. مستحيل، لا أمل لي أمام كرز ودراجته السريعة. استمر في تكرار المحاولة ولا تنسى، الأسرع لا يفوز دائما يا رومبا. شكرا يا أرزة. انظروا كيف انطلق. وهذا مجرد تدرب، ماذا سيحدث في السباق؟ انتبهوا جميعا، انا قادم. انتبهوا. إنه بخير. علينا أن نجد حلاً قبل أن يصاب أحدنا بأذى. نحتاج إلى إشارات للسير، وربما إلى من يساعد في تنظيم السير. أنا أنظم السير، انظروا. هذا ممتاز. هيا جميعاً لنصنع إشارات للسير ونضعها حول حلبة السباق كي نتدرب بأمان. كيف أستطيع الانزلاق حول حلبة السباق؟ الطريق آمنة؟ نعم، بهدوء وتوازن. انطلق يا رومبا دون تسرع. وانتبهوا كيف أسير. وأكون حذرة. أحسنت يا رومبا. شكرا، هذا مسلم، لكن ما زلت أتمنى أن تسمح لي روزي بركوب العربة. الأحمر يعني أنتقم، لكن لا شيء هنا. يجب أن تحذر، لا نريد أن تقع حوادث، وأنا الآن طائر السير، وعليك أن تفعل ما أقوله. شكرا يا بلبلة. هيا، الأخضر يعني انطلق. أخيرا. شكراً. أولاً بلبلة، والآن إشارات السير هذه. قف، انطلق، تمهل، استدر، انطلق، أعني استدر، أعني لا. مع كل هذه الإشارات تعقدت الأمور أكثر وصارت أخطر. منعطف.
ذلك يا روزي. أنا آسفة جداً، إنها غلطتي. كنت أطلب من الجميع أن ينتبهوا، لكنني أنا التي تسببت في الحادثة. لا تحزني يا روزي، لقد بذلت جهدك لتجعلي الوضع آمناً، وربما بالغت في ذلك قليلاً. أظن أنك على حق يا رومبا، ربما علينا أن نتخلص منها. ولكن ماذا عن عملي؟ أنا طائر سير بارع، صحيح؟ لقد اجتهدت يا بلبلة، ولكن كيف نجعل الوضع آمناً؟ حسناً، أنا تعلمت بعض الأفكار عندما تدربت على المزلاج. أتريدون أن أريكم؟ نعم، من فضلك. نعم. توقفوا جميعاً. ما الأمر يا رومبا؟ نتوقف عند طرف الممر ونتأكد أن الطريق خالية قبل أن نعبر، هذا للاحتياط. تفكير سليم يا رومبا. الوضع آمن يا رومبا، هل سنعبر الآن؟ نعم. انتبهي يا لين، هناك حفرة. شكرا يا رومبا، أنا كدت أقع. أحسنت يا رومبا، يبدو أن علينا جميعا أن ننتبه أكثر. تمهلي يا حبات البلوط، يجب أن تكوني حذرة أثناء عبور الناس. هل هذا يعني أنني لم أقود بسرعة؟ لا، علينا فقط أن نكون أكثر انتباهاً، وكذلك فإن الأسرع لا يفوز دائماً كما تعلم. ماذا تعني؟ هذا شيء علمتني إياه أرزا. حسناً، هل لديكم أي أسئلة؟ نعم، هل نتسابق الآن؟ ما رأيك يا رومبا؟ أجل، حان وقت السباق. ما المشكلة يا روزي؟ سيبدأ السباق الآن. أعرف يا رومبا، ولكن أظن أن عليك أن تتسابق على العربة. أنا؟ حقا؟ نعم، فأنت تعرف وسائل الأمان، أظن أنك الآن مستعد. واو، شكرا يا روزي، ولكن هل هذا يعني أنك لن تتسابقي؟ لن يفوتني السباق أبدا. أرني ما يحمي الكوعين والركبتين وسأسابقه على المزلاج القديم. رائع. حسنا جميعا، الفائز بالسباق هو من يدخل إلى المتاهة ويرفع علم النصر عاليا. جاهزة يا بلبلة؟ استعدوا، تعهبوا. ابقي على طرف الحلبة يا بلبلة، الأمان أولا. هيا يا روزي، هيا يا رومبا، أسرع يا بنون. أمور. هذا ما تعتقده. واو. أحسنت عملا يا رومبا. أرزا كانت محقة، لا يجب أن أكون الأسرع لأفوز، كان يجب فقط أن أكون بأمان. روزي، وجدت طريقة لنستعمل الإشارات، انظري. وقت الطعام. اتركي لي قليلا يا روزي. يا رومبا. محاولة ناجحة. أسرع أسرع. تعال إذن، هيا لنأخذ التفاحة. ها هو كرز. تفاحة.
لا عليك يا كمون، انظر إلى هذه. تفاحة. لماذا أحضر كرز هذه الأشياء يا روزي؟ الأمر سيكون مسلياً. هيا بنا. منذ الصباح وكرز يضع هذه الأشياء في كل مكان. ما هي هذه يا لين؟ هذه الأطواق ممتازة للقفز. أوه، أهلاً يا بنون. أهلاً يا كمون. مرحباً يا لين. بينون. كمون يرى أنك مدهش يا بينون. بينون مدهش. لما كل هذه الأشياء؟ سأريك. عندي. انظروا، مستديرة ومضحكة. من وضعها هنا؟ من؟ أنا صنعت مضماراً للسباق. أي سباق تقصد؟ الحواجز. ستقومون بأعمال مختلفة في الحديقة. هذه الأطواق مرروها فوق رؤوسكم. هكذا. وماذا سنفعل أيضا؟ الكثير. تعالوا هيا بنا. يبدو الأمر مشوقا. ها نحن عند ممر الحجارة. لين تنطلق كالعاصفة. أوه، ورومبا على العارضة. هل سينجح في الوصول؟ نعم لا، حظاً أسعد في المرة القادمة. محاولة، اثنتان، ثلاث محاولات فاشلة لروزي. وكرز في مسابقة الأطواق. وها هو ينطلق في سباق الانحدار عن التلة. هيا روزي تستعد للقفز بالحبل. مسابقة مهمة وروزي تنجح بسهولة. لين ورومبا يبدأان سباق آنية الزهور بحماسة. ولكن أوه، بينون لم يبدأ بعد. هيا يا بينون، لماذا لم تبدأ بعد؟ كمون صغير ولا يمكنه تجاوز أي حاجز، لهذا سأبقى معه. بينون، كمون، جرب هذه. أوبس. بينون. اسمع، سنذهب لنرى فكري مجددا. هل تأتينا يا بلبلة؟ بينون. انظر وتعلم يا رومبا. أنا أفضل مترجح على الإطلاق. أوه، أين بينون؟ لم يشترك في أي سباق بعد. هاي كرز، انظر وتعلم. مرحبا يا فكري، هل رأيت بينون؟ روزي. أوه، مرحبا يا كمون. بينون طلب مني أن أهتم بكمون بعض الوقت. أظن أنه ذهب إلى الغابة مع بلبلة. شكراً يا فكري. أوب. نعم. كان أمراً سهلاً جداً. أتحاولين يا لين؟ ربما، لكن أريد أن أرى ماذا سيفعل رومبا بعد ذلك. لا تسرع، خذ كل وقتك. ابقى هادئا، لا تخف. ماذا يجري؟ احاول ان اساعد بينون ليتدرب على عارضة التوازن. يتدرب؟ لماذا؟ هيا حاول يا بينون. لست بارعا في ذلك يا روزي، سوف أقع، أنا متأكد. لا بأس بذلك، فلنجرب. كمون يظنني أنجح في كل شيء، وأنا لا أريد أن أخذله. أنا متأكدة أن كمون سيفخر بك مهما فعلت. ربما، لكني لا أريد أن أخيب أمله. علي أن أتعلم الطريقة الصحيحة وبسرعة.
انظري إنه رومبا البطريق. ليس الأمر مضحكا. إذن كما تريد، لكنني أرى أنه أمر مضحك. لنتسابق. هاي. أوبس. لا 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 لا، ثبت عينيك على طرف الجذع هكذا، ثم امشي باتجاهه بهدوء وببطء. هذا ما أفعله، لكنني لست بارعاً في التأرجح. عرفت ما هي المشكلة، بلبلة تتأرجح وجناحها مثبتان، أما نحن فعلينا أن نمد ذراعينا هكذا، فهمت؟ لم يخطر هذا ببالي. سأفعل ذلك. انظر إلي. أوه، شكرا يا روزي، شكرا يا بلبلة. كمون، أنا قادم. مسابقة الحبل التالية. لا، آنية الزهور. لا يا رومبا، مسابقة الحبل. هيا تعاليا وشاهد بينون على مضمار الحواجز. هل أنت جاهز؟ هل أنت مستعد؟ انطلق! مد الذراعين، مد الذراعين، مد الذراعين. فعلاً مسلٍ، أنا سعيد لأنني حاولت. الخوف من المحاولة سخيف. أنت على حق، لم أشارك في لعبة كرة السلة لأنني لم أكن بارعة. وأنا لم أشترك في لعبة التأرجح على العارضة لأنني ظننتها صعبة. كرز، ألهذا لم تجرب آنية الزهور؟ حسناً، وماذا عنك في لعبة الحبل؟ لكن لعبة الحبل لعبة صعبة فعلاً. في الجولة الأخيرة كل واحد سيحاول اللعبة التي يراها الأصعب. تنجح، لا تنظر إلى الأسفل. بلبلة، أي لعبة صعبة ستجربين؟ أوه، أنا لم تخطر لعبة ببالي. ما رأيك لو تصمتين عن الكلام قليلاً؟ ماذا؟ أوه، حسناً. روزي، أتعرفين كيف تقومين بالمحاولات وقد تنجحين فيها؟ نعم. حسناً، فكرت أن تحاولي غسل الصحون. رومبا، هل علي أن أجفف؟ نعم يا رومبا، أظن أن عليك المحاولة.